هاي، اشتقت لكم كتير يا احلى متابعين في العالم. الفيديو اليوم روتين منى في الويكند، يعني بعد ما تخلص المدرسة ويبدأ الويكند او العطلة الاسبوعية. احنا عندنا بالامارات العطلة كل سبت واحد، الجمعة بيكون دوامهم نص دوام. فاليوم الجمعة والدوام بيخلص بدري على 12 الظهر، رح أروح أخذهم من المدرسة ونبدأ الويكند مع بعض. رح أصور لكم روتين 3 أيام بالويكند، شو بنعمل الجمعة نص دوام نص يوم، شو بنعمل السبت إجازة كاملة، شو بنعمل الأحد يوم كامل إجازة، في يوم بنخليه للدراسة، في يوم بنخليه للطلعة. رح نعمل كتير أشياء حلوة بهالفيديو. فقبل ما تشوفوا الفيديو شو يا منى، وعلامة الجرس ليوصلكم كل جديد. واو منى، فرجيني شو رسمتي. شوفوا ما احلى الرسمات اللي منى بترسمها. شو كمان؟ يلا وريهم. الباقيين ورتكم اياهم بالفيديو الماضي. ففي كتير أشياء، بنا كتير بتحب الرسم، بتحب الترسم وتلونه، بتحب الجمناستيك كمان، بتحب الرسم. فبوقت فراغها منى دائما بتحب ترسم. لما تكون مخلصة دروسها وتكون قاعدة في البيت ما عندها شيء، بتفتح الدفتر الرسم وبتصير تلون. فإحنا هلا مراجعين من المدرسة لنبدأ الويكند، وخليكم معنا. ما بدي أروح. ليه؟ وين بدك تروحي يا منى؟ بدي أروح على المطعم. طب فرجيني شو اكلتي باللانش بوكس اول. اكلت اشو؟ اوكي، منى تركت الناتشو، السان بايت والفروت. اشوف تحت، افتحي. اكلت الساندويتش؟ اوكي اكلت الساندويتش، برافو عليكي. طب اوكي، لانه منى كثير جعانه اليوم، رح نروح اول على المطعم، بعدين رح نغير، نروح على البيت نغير اواعينا ونرجع نطلع كمان مره بالويك اند. شو؟ ما بدي اغير، بدي اكل. طيب هلا رح نروح على المطعم ناكل، بعدين بنروح على البيت، منيح؟ بالك يا منى تاكلي كورن دوغ. في مطعم بيعمل كورن دوغ كثير زاكي، لازم نروح عليه. في المكان رح نروح هناك، بيقولوا انه بيعملوا كورن دوغ كثير زاكي، وانا على فكره ولا مره جربت الكورن دوغ. اوكي، احنا هلا قاعدين بندور على المكان اللي فيه الكورن دوغ، بس كتير شوب عندنا. هلا احنا ماشيين وكتير مشوبين، هينا عم ندور. احنا اول مره نروح هذا المطعم، ومنى كتير جعانه حتى ما خلتنا اروح على البيت نقعد. بس والله منى كانه قربنا، بس المكان حلو يعني، بس لو انه الجو حلو. المشكلة انه كتير شوب. كورن. يلا هلا رح نطلب اكل كتير زاكي. وهيك اجواءنا بالويك اند، طبعا رح نوريكم كل الايام الويك اند. اخيرا لقينا المكان. ياي. يلا يا منى شو بدك تطلبي؟ في هون هاي كورن دوغ، كورن دوغ برجر يومي. هاي لازم نصورها كمان. واو، في عندهم كتير اشياء يومي. بس في اوريجينال. يلا بنجرب قد ما بدك. شو بدك؟ ايش هاي؟ شوفوا ما احلى المكان. واجا الاكل، وهلا احنا قاعدين بناكل. يامي، شكله بشهي. قاعدين بناكل، ويلا هاي مخلل الينو، شكله كتير بشهي. طبعا احنا لسه عم نستنى الكورن دوغ، لسه ما اجا. اجا البرجر واجا الهوت دوغ واجا الكورن دوغ. يامي. يلا يا منى، منى عم تاكل كورن دوغ. كيف يا منى؟ انا ولا مره عملت الكورن دوغ في البيت، لازم اتعلمها. لا 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 لا، غلط غلط. دوسي. انا راح ادوق التشيز كورن.
يلا يا منى. It's hot. Be careful. أشوف من جوا كيف. بدنا نخلص ناكل ونرجع لكم بس نخلص ناكل. هنا الأونيون رينج. أكلنا وخلصنا وشبعنا الحمد لله. You can play منى. منى وعلي قاعدين بيلعبوا كمان شوي راح نقوم. ورجعنا على البيت. طبعا شوفوا منى كيف بترمي أغراضها. ناخذ اللانش بوكس وننظفه. ومنى هلا بدها تغير وتروح تسبح. هاي منى. وات وات. هاي مريم. We're doing the competition. What's the competition? What's the competition, منى? Okay. Yeah. منى. منى سبحت بسرعة وتحممت وهلا رايحين. حطيت منى وعلي تحفظ قرآن فرح نروح على معهد لمنى وعلي يحفظوا قرآن. هاي اكتيفيتيز بيعملوها بالويك اند، يعني مش اكتيفيتيز، لحظة، انه الاشياء اللي بنعملها بالويك اند، روتيننا بالويك اند، انه منى بيكون عندها تحفظ قرآن وكمان لسه عندنا كثير اشياء رح نعملها، رح ندرس. ماما خلينا نروح على بانس ويكند. طب بس نخلص تحفيز القرآن، إذا خلصنا بدري بنروح. By the way I saw a dead parrot. الله يا حرام. شوف هلا منى. اوكي وهلا خلصت منى من تحفيز القرآن، كيف يا منى الكلاس؟ ايزي. خلصت منى تحفيز قرآن وهلا أختي بطلت تروح على إرمانياكس يا منى، ميمي ما تروح. أنا بعرف شو بنروح عندها. أو خلص يلا هلا رح نروح عند اختي ميمي عندها على البيت. طبعا احنا هلا الساعه عندنا 7:30 و لازم يعني بهالوقت، يعني اصلا لو مدرسه لازم يروحوا يتحمموا يجهزوا حالهم للبس. بس اليوم ويكند وبكره اجازه فرح نروح عند ميمي. شو يا منى؟ السناكس اللي عند ميمي كثير زاكي. هلا رح نروح عند ميمي يلعبوا مع اولاد اختي وبعدين رح نحضر موفي ونعمل كتير اشياء فخليكم معنا. هاي جوجو. هاي هاو ار يو جايز. سي هاي احمد تو ماي يوتيوب فيديو ماي يوتيوب فان. سي هاي جوجو. سي هاي وهلا ميمي عملت لي كابتشينو. ثانك يو ميمي. ومنى بتعمل نودلز. طبعا منى بسرعه ماما جعانه فعرفت منى شو بدها، بدها نودلز. يامي. وهيك اجواءنا في الويكند. منى شو نوع النودلز اللي هتعمليه؟ يا منى ساميانج نودلز. يامي.
يامي. انا يا علي بحطها، شوفوا هاي النود جاهز، اجا وقت انه ناكل. يلا يا منى. اوكي يلا جربي قولي لنا شو رايك. يسلموا ايديكي يا منى. وهلا اجا وقتي نتحلى بالدونتس. وهلا اختي عملت لنا فروت سالاد فرح ناكل. ثانك يو ميمي. احكي. اوكي ميمي خجوله. هاي. اوكي هلا هم قاعدين بيلعبوا. شو بتلعبوا؟ وهيك اجواءنا في الويكند. اليوم الثاني للويكند. منى منى good morning princess. اوكي فهلا رح اصحي منى ورح نطلع نفطر برا. فهي اليوم الثاني للويكند. منوش منى good morning. اوكي منى نايمه بنرجع لكم بس تصحى. مونا برنسس. اوكي فهلا انزلنا بسرعه من البيت، الساعه 9 الصبح وبدنا نروح نفطر برا. شو جابلك يا مونا تفطري؟ دونتس. على الصبح. طيب يلا هلا رح نروح على المول وناكل دونتس. طبعا بعدين رح نرجع على البيت اكيد رح ندرس ورح نجهز للمدرسه. وكمان طلبنا اشي من امازون فرح نوريكم اياه فخليكم معنا. وصلنا على المول وهلا رايحين ناكل دونتس. يلا يا مونا تعالي من هون. من وين؟ كتير حلو هذا المكان. كيف اجينا على كريسبي كريم رح نطلب. اوكي ريجولر. فطلبنا دونتس ودرينكس عشان نفطر. شو يا منى؟ يامي. يلا منى شو بدك اختاري؟ اوكي اوكي هلا رح نختار الدونتس اللي رح نختارها. انا اخترت التشيز كيك كثير بحبها. شو يا منى رح تختاري؟ Why? You should choose one. منى اللوتس شكلها زاكي. What do you want also منى? I think the lotus is good. منى شو رح تختاري اللوتس؟ لوتس شو رأيك؟ It looks good. No. Okay, she will choose. علمي فاضك. What? Yellow. Lotus, I told you. You have one more. Okay, أختار لك أنا. I think. Sugar cookie. Ow. No, I don't like that. I like. Custard طلبتيها أذكى واحدة كانت وإحنا صغار كنا كتير نحبها. أو تشوكلت كاسترد. Looks good. واو. Yeah. Okay. Yeah. اوكي هلا رح نشرب. انا رح اشرب الكوفي علي الموكا واجا الدونتس وهنا الايس لاتيه. فيلا هلا رح ناكل ونرجع لكم. كيف يا منى الدونتس؟ شبعنا كثير زاد كثير لسه ما ذقنا ولا شيء بس اكلنا شوي من هاي ومن هاي. اوه اطيب شيء اللوتس كنت احبها كثير وانا صغيره. ما فطرنا الدونتس اجينا اجينا نتفرج. ناقصنا اغراض للبيت وناقصني طاوله لانه الطاوله اللي عندنا انكسرت. احنا هلا عم نجيب اغراض ومنى وعلي عجبتهم هاي كانها للسينما. كيف هلا قاعدين نعمل شوبينج نجيب اغراض. منى كم مره جبت لك انا الوان واقلام؟ فاشترينا كم من غرض. منى جابت اشياء وهلا بس نخلص نعمل شوبينج بدنا نروح على البيت.
لا منى رح تحط دولار وممنوع دولار، المفروض درهم. شوف اذا زبط ولا لا. زبطت واحدة، ياي. اشوف وينها؟ بلو. اوكي هلا رح تجرب ربع. يلا. ما زب لازم درهم. تساوي كيف؟ فاجينا نجيب اغراض البيت مثل ما انتم شايفين عشان نكون شو يا منى؟ باستا؟ هذا 12 فور 1 بس هذا 15 فور. اوكي فاجينا نجيب اغراض البيت، وهي علي عم بتساعدني بنزق العربايه. وهيك اجواءنا بالويكند. شو هاي يا منى؟ زي للحليب. اشربه بس اصحى. طبعا اليوم رح نطبخ اكله كثير طيبه، فجبت اغراضها وهلا رايحين ندفع. بدنا نجيب اوكي خلينا نجيب سناكس هلا. انا وحدي شيرين بليز بليز. انا على البيت وهلا رح نضبطي بالاغراض. شوفي طلبنا لمونة وعلي هدول ومهم من المطبخ كثير حلوين للوينتر. شوفوا واو يا منى كثير حلو. اوكي فهلا رح نضبطي بالاغراض ونبلش نطبخ، ومونة وعلي لازم يدرسوا. يلا هلا لازم تدرسوا. شوفوا كمان شو جبنا. خضرة لعلي ولازم نغسلها اول يا منى. يلا لازم تدرسي هلا. منى شو عملتي؟ طبعا كثير كثير جوعانين، فمنى عملت سناك خفيف. منى امتى رح تدرسي؟ امتى رح تدرسي؟ شو يا منى امتى رح تدرسي؟ لا ما بصير تعملي هيك. شوفوا هاي السترول اللي منى جابته. لا بس واحد، بس واحد. بعرف اي جاست ونت تو بوت الدوائر. شوفوا هيك بيصير شوكليت. كيف رح تسحبي؟ صارت شوكليت. ات ويل ميلت بيصير شوكليت. واو. طبعا انا هلا قاعده بعملكم وصفه كثير حلوه، وطبعا قاعده بنشف البطاطا لانه رح اعمل وصفه بطاطا رح تشوفوها بالتيك توك بالانستغرام، ما تنسوا تشوفوها. وقلت خليني اعمل نسكافيه، ومنى قاعده بتدرس. فهالوقت احنا بالويك اند منى وعلي بيكونوا بيدرسوا وانا بكون قاعده بعملكم هالوصفات. وهلا منى قاعده بتاكل. هاي الوصفه عملت لكم اياها وقريبه. هاي جبنا باي ذا واي، مو باستا، جبنا. يومي منى شو صختي. This is so comfy. يومي. يا منصور هلا عمي. ذكي. صباح الخير. طبعا اليوم اخر يوم بالويكند، منى صحيت ولابسه الحرام الحلو اللي اشترت لها اياه. كيفك يا منى مريح؟ وانا عم بشرب كوفي وهلا رح نقوم نعمل بريكفاست، فاميلي بريكفاست. واو منى عم تحضر ماي فيديوز كمان. اشوف واو ومنى عم تحضر ماي فيديوز. اشوف يا منى كثير منى بتحب تحضر ماي فيديوز دائما هيك. ثانك يو منى. اوكي فهلا احنا رح نقوم نعمل بريكفاست. بدنا ناكل شكشوكه. بدك يا منى نعمل شكشوكه؟ اعملي هاي كان كثير ساكن. منى قاعده بتحضر فيديوهاتي بتقول لي ماما ارجعي اعملي هاي، ماما ارجعي اعملي هاي. قاعده بتشوف الفيديو الاكلات اللي كثير زاكيه. مو باميه خلص. هاي اتوز ذا بيست. واو طبعا انا امبارح ما صورتكم شو تغدينا، لانه هاي الوصفه بدي اخليها مفاجاه لاني رح انزل لكم اياها تيك توك انستغرام يوتيوب شورتس سناب شات. وكمان ما تنسوا تتابعوني هناك. شو الاكل؟ لا ما بدنا نحكي لهم يا منى. فهلا صحينا احنا هلا فنصحصح شوي. صورتي لهم الاكل ونقوم. لا ما صورت لهم. صح بس ما بدي احكي لهم شو اسمها، خليها مفاجأة. اوكي فهلا يلا يا منى نقوم نعمل فطور، نعمل بريكفاست شكشوكة. يلا هلا رح نقوم نعمل شكشوكة. احلى شيء طبعا انا عندي صفحتي، لما اكون ناسية الوصفة بفتح الفيديو تبعي وبطبق. بدي باستا. طبعا امبارح ما درسنا، قبل امبارح ما درسنا، لازم اليوم يا منى شو نعمل؟
طبعا امبارح لا شو نلعب امبارح منى ضلت تلعب طول امبارح فهلا فيلا هلا لا اشرب الكوفي شوي برجع لكم شو يا منى ليش كسرتيه اوه ليه حبيت اعصب الايطاليين يلا فهلا بدنا نعمل فطور فاميلي بريكفاست فانا هون جهزت البيض والبندوره والفلفل وراح ابلش اقطعهم وبرجع لكم بفرجيكم انا ومنى واحنا بنحضر الفطور محطوط واو منى شوفي كمان في باربيكيو يلا يا منى روحي على دروسك يلا ادرسي يلا اوكي فانا هلا قاعده بحضر السلطه فرجيكم اياها بس تجهز قطعت بصل وفلفل وبندوره بندقهم كثير منيح مع عين الجراده هلا بوريكم اياها ومنى شو بتعمل منى هلا راح تجهز الشكشوكه فتحنا الفرن فانا قطعت لها البصل والفلفل راح نحط هون البندوره وبعدين نحط البيض عليهم لا خليهم كبار انا قطعتهم كبار اتس اوكي okay. احسن ف هلا اوكي فهلا عم نعمل الشكشوكة ايوه صح اليوم فطورنا شكشوكة من ايدين منى ثنا شوفوا هاي السلطة اللي عملتها هلا ضايل اعصر عليها ليمون وخلص نجهز السفرة هلا رح نحط البيض هيك اجواءنا في الويكند تعالوا نشوف منى شو بتعمل يا منى طلعوا كيف وسخنا المطبخ شو هذا كوفي من امتى انت بتشربي كوفي اي زعره طبعا هون حطيت زعتر وزيت هلا بس ضايل الشكشوكه يا عيني على الشكشوكه يلا يا منى اعملي الشاي هلا رح نحط شويه ملح هيك على الوجه يلا ضايل نعمل الشاي يا منى شوفوا منى شو عملت ايس لاتيه منى ما بينفع الصغار يشربوا كوفي ما بينفع الصغار يشربوا كوفي بعدين ايدك وسخه يلا روحي نطفيها واعملي لنا الشاي تو سترونج راح احط واو يا سلام فطور الويكند كل هاي خبزة يا منى يلا يا منى شكشوكة يلا يا قولينا شو رأيك أنا عملت يسلم ايديك سخنة يلا ندوق الشكشوكة يو بروتين بريد ذا بيست بارت بات ان صح no I meant I eat an a green and green apple for breakfast every morning a green apple I eat a green apple صح two more bravo my mother had to clean my قرات ماما ايش هاي مثل
مثل لا بروتين مونا في الويكند. وين رايحين يا مونا؟ طبعا مونا مثل ما انتم بتعرفوا مونا مثل ما انتم بتعرفوا كتير كتير بتحب الجمباز. انا فهلا رح نروح نصورها وهي بتعمل جمباز. خليكم معنا مونا بالجمناستيكس. ياي هلا بستنى مونا تخلص جمناستيكس وعم بستناها. اوكي فاجينا نجيب مناقيش ريحته بتشهي. وهلا رح نروح على السياره وبكره المدرسه نستعد للمدرسه. لا مونا صباح الخير. طبعا اليوم المدرسه خلص الويكند جهزت لهم اللانش بوكس لعلي ومونا وهلا عم نستعد للمدرسه ورح يلبسوا نكون جاهزين واوديهم على المدرسه. اوكي فهلا كتير متاخرين طبعا دائما اول يوم بالمدرسه للويك اند بنروح بكون مستعجلين كتير. فهلا يلا رايحين على المدرسه عم بمشط منى واحنا ماشيين. وهيك كان فيديو اليوم يا رب تكونوا حبيتوه. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وعلامه الجرس. بنحبكم كتير. باي.